Merhaba arkadaşlar. YouTube'da Türkçeyi öğrenmek için ES Turkish kanalına hoş geldiniz. Sizinle derslerin yeni serisi ile başlayacağım. Bu seri Türkçede 1000 ünlü kelime olarak olacak. Ezber sürecini kolaylaştırmak için her kelime bir cümlenin içine yerleştirilecek. Çünkü cümle içindeki kelimeleri ezberlemek, onları bireysel olarak ezberlemekten daha önemli ve faydalıdır. Bu seri 40 dersten oluşacak. Her derste 25 yeni kelime öğreneceğiz. Keşke bu seri beğenisini kazanıyor. Şimdi birinci ders ile başlayalım. أهلا بكم أصدقائي في قناة AS Turkish لتعلم اللغة التركية على يوتيوب. هبدأ معاكم سلسلة دروس جديدة هتبقى عبارة عن أهم 1000 كلمة شائعة في اللغة التركية. ولتسهيل عملية الحفظ سيتم وضع كل كلمة داخل جملة، لأن حفظ الكلمات داخل الجمل أهم وأفيد بكثير من حفظها بشكل منفرد. ستتكون هذه السلسلة من 40 درس، في كل درس هندرس 25 كلمة جديدة. أتمنى أن تنال هذه السلسلة إعجابكم. لنبدأ الدرس الأول الآن. تمام. تمام يعني حسنا. مثال: annem yemek istiyorum. annem yemek istiyorum. تمام canım. أمي أريد أن أكل. حسنا يا روحي. peki. peki يعني حسنا أو طيب. مثال: هدي أفي جدلم بكي. هدي أفي جدلم بكي. هيا لنذهب إلى المنزل. حسنا. أولور. أولور يعني ممكن أو فليكن. مثال: باتشي تشكلم. باتشي تشكلم. أولور تشكلم. هل نخرج إلى الحديقة؟ فليكن لنخرج. مرحبا. مرحبا يعني مرحبا. مثال: مرحبا أركادشم. مرحبا أركادشم. مرحبا صديقي. جونايدن. جونايدن يعني صباح الخير. مثال: جونايدن بابام. جونايدن بابام. صباح الخير يا أبي. بوغون. بوغون يعني اليوم. مثال: بوغون أنكرايا جديوروم. بوغون أنكرايا جديوروم. اليوم سأذهب إلى أنقرة. دون. دون يعني الأمس. مثال: دون إي كتاب أكدوم. دون إي كتاب أكدوم. الأمس قرأت كتابا جيدا. يارن. يارن يعني غدا. مثال: أكلا يارين جديورم. أكلا يارين جديورم.
سوف أذهب إلى المدرسة غداً. جون، جون يعني يوم. مثال: هر جون بيوكانما زيارة دار. هر جون بيوكانما زيارة دار. كل يوم أذهب إلى جدتي. هفته، هفته يعني أسبوع. مثال: توبلانتي بير هفته سردو. توبلانتي بير هفته سردو. استمر الاجتماع لمدة أسبوع. أي، أي يعني شهر. مثال: أوتش أي سونرا تشوغوم لاجاك. أوتش أي سونرا تشوغوم لاجاك. بعد 3 شهور سيكون عندي طفل. يل، يل يعني عام أو سنة. مثال: يلدا أونيكي أيفار. يلدا أونيكي أيفار. يوجد 12 شهر في السنة. إيفيت، إيفيت يعني نعم. إيمسن، هل أنت بخير؟ إيفيت إيم، نعم بخير. هاير، هاير يعني لا. مثال: سن أوريتمان مسن. هاير أوريتمان ديلم. سن أوريتمان مسن، هل أنت معلم؟ هاير أوريتمان ديلم، لا أنا لست معلم. جزال، جزال يعني جميل. مثال: هافاتشو جزال. هافاتشو جزال، الجو جميل جدا. إي، إي يعني جيد أو حسن. مثال: بو ألبسا إي، بو ألبسا إي، هذا الثوب جيد أو حسن. تطلي، تطلي يعني حلو. بويا ماك تطلي، بويا ماك تطلي، هذا الطعام حلو. لذت لي، لذت لي يعني لذيذ. مثال: أن من بشردي يا ماكتشوك لذت لي. أن من بشردي يا ماكتشوك لذت لي. الطعام الذي تطبخه أمي لذيذ للغاية. يقن، يقن يعني قريب. مثال: أكل إيفي ما يقن. أكل إيفي ما يقن، المدرسة قريبة لمنزلي. أوزاك، أوزاك يعني بعيد. مثال: شوير أوزاك. شوير أوزاك، ذلك المكان بعيد. كولاي، كولاي يعني سهل. برنجي سرو تشوكولاي. برنجي سرو تشوكولاي، السؤال الأول سهل جدا. زور،
زور يعني صعب. مثال: Onu zor durumun içine koydu. Onu zor durumun içine koydu. وضعه في موقف صعب. Öğretmen. Öğretmen yani معلم. مثال: Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. أنا أكون معلم. دكتور. دكتور يعني طبيب. سان دكتور مسن، هل أنت طبيب؟ ميمار. ميمار يعني مهندس معماري. مثال: Gelecekte mimar olacak istiyorum. Gelecekte mimar olacak istiyorum. في المستقبل أريد أن أصبح مهندس معماري. Bu ders bitti. İkinci derste görüşürüz. انتهى هذا الدرس. إلى اللقاء في الدرس الثاني.